بطولات، وقدامنا دلوقتي مراسم التتويج ابتدت بتاعت النهارده. بيبدأ تسليم الميداليات بوزن تحت 33 كيلو جرام. الحاصلة على الميدالية الذهبية فادية كرفان من المملكة الأردنية الهاشمية من منتخب الأردن. فادية هي اللي أحرزت الميدالية الذهبية. الحاصلة على الميدالية الفضية جنى محمد علي لاعبة نادي وادي دجلة. والحاصلة على الميدالية البرونزية جنى أحمد محسب من نادي وادي دجلة. والحاصلة أيضا على الميدالية البرونزية فريدة أحمد سالم المليجي لاعبة نادي طنطا. هي حاجة مشرفة وجميلة، وألف مبروك للفائزين الفائزات، وإن شاء الله نشوفهم أبطال واعدين. قدمنا طبعا كبار الناس اللي الضيوف اللي سلموا الميداليات، كابتن عمرو السليم رئيس الاتحاد، كابتن خالد فوزي رئيس الاتحاد، كابتن ايهاب جابر رئيس اللجنه الفنيه وعضو مجلس الاتحاد ووكيل وزاره في محافظه الغردقه. وصوره تذكاريه جميله اكيد طبعا. اللحظات دي لحظات خطيره ما حدش هينساها، ويمكن لعيبه الاردن بالذات هتفتكرها كويس قوي ان هي جابت ذهب في مصر، وده فعل كويس جدا ليها بالنسبه لها في المستقبل. اكيد برضو بطلاتنا المصريات سواء بطله نادي طنطا او بطلات وادي دجله، اكيد ده بالنسبه لهم يعني حاجه مميزه وجميله وبطوله مش هينسوها، وتديهم دفعه قويه جدا لبعد كده. طبعا اللي بيتكلم في المايك قدامنا الدكتور احمد زهران المدير الفني للمنتخبات القوميه للناشئين سابقا، وهو المدير الفني لنادي 6 اكتوبر والعديد من الانديه الاخرى، وراجل من الناس اللي ليها باع طويل في التايكوندو سواء في الناحيه الاكاديميه او في الناحيه في الكليه التربيه الرياضيه في الهرم، او في ناحيه اللعب كلاعب ثم كمدرب في العديد من الانديه سواء نادي القاهره ونادي الصين المصري ونادي 6 اكتوبر دلوقتي زي ما قلنا والعديد من الانديه الاخرى. دلوقتي دخلنا على وزن تاني، الوزن ده وزن تحت 41 بنات. الفائزه بالميداليه الذهبيه مريم الزناتي. مريم الحقيقه قلبت مستوى هي، يعني عملت ماتشات قويه جدا وفازت بالذهبيه عن استحقاق لعبت وادي دجله. ملك حسام لعبة مميزه جدا وطويله وعندها مستقبل ممتاز من نادي الصيد الدقي. لاعبة ملك حسام حصلت على الميدالية الفضية. اللاعبة سلمى اسلام من نادي سموحة حصلت على الميدالية البرونزية. واللاعبة كالي من فرنسا حصلت على الميدالية البرونزية ايضا. بيقدم الميداليات كابتن عمرو سليم، شفنا كابتن عمرو سليم هو اللي واقف على الشمال، والحاج احمد سلطان عضو مجلس ادارة الاتحاد والمدير التنفيذي، والمستشار محمد مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو. بيقدم الميدالية البرونزية لبطلة فرنسا كالي. والكابتن رامي عطية إحدى اللاعبات المميزات جدا ورئيس منطقة البحر الأحمر للتايكوندو، ولاعبة كبيرة وكان ليها تاريخ كبير في التايكوندو في منتخب مصر كلاعبة، بتقدم الميدالية. ثم صورة جماعية للعيبة مع بعض الفائزين بالميداليات. ألف مبروك للرباعي الفائز. الحقيقة تبقى حاجة كويسة جدا يبقى في لعيبة سابقين في المناصب القيادية وموجودين في الاتحادات الرياضية وفي الأندية، ويبقى ليهم أكيد بصمات كبيرة، والحمد لله عندنا نماذج كتير ناجحه جدا في
أندية مختلفة وفتحات مختلفة، ونأمل إن بإذن الله يبقى ده نموذج دايما موجود، الأبطال الرياضيين الفائزين بميداليات ومعالمية وأولمبية، ويبقوا موجودين دايما في مناصب قيادية في الرياضة، لأنه أكيد عندهم رؤية وأكيد عندهم الطرق والمنتاليتي العقليات اللي بتدينا مثل أعلى وبتدينا دفع قوية اللعيبة اللي موجودين دلوقتي ان هم يبقوا زيهم وان هم يتفوقوا ويجيبوا نتائج كويسة بإذن الله دوليا وعالميا بإذن الله. والأستاذ وليد إبراهيم المرابط عضو مجلس إدارة منطقة محافظة بيخش دلوقتي ضيوف آخرين يسلموا الميداليات. بنجهز للوزن التالي. طبعا دي بطولة والرعاة بتوع البطولة حاجة جميلة جدا الحقيقة، وجود رعاة للاعب رياضة زي التايكوندو والبطولة جميلة زي دي موجودة في مدينة من أجمل مدن العالم في مدينة الغردقة. الفائزة بالميدالية الذهبية من الأردن سارة القران، الفائزة بالذهب سارة من كابتن عمرو السيسي وسلمها الميدالية، والفائزة بالميدالية الفضية عائشة أحمد من مصر، والفائزة بالميدالية البرونزية هنا من نادي الأولمبي السكندري، والفائزة بالميدالية البرونزية الثانية اللاعبة عالية من نادي الإسكندرية البترول. بيقوم بتسليم الميداليات الكابتن وسام الغمري وهو أحد اللاعبين البارزين في مصر سابقا، ثم كمدرب في العديد من الأندية ومدرب المنتخب الوطني للبومزة، وكان لنا جهات كبيرة الحقيقة مع منتخب الوطني للبومزة، ثم حاليا هو في إحدى اللجان في الاتحاد الدولي، وموجود كمان كمدير البطولة دي والعدد من النسخ اللي فاتت كمان من البطولات اللي حققت نجاح كبير جدا لبطولات مصر الدولية في السنين السابقة. وفي الصورة الكابتن محمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، أحد اللاعبين الدوليين السابقين وأبطال مصر في التايكوندو، والأخ الأصغر لبطلنا العالمي الأولمبي الدولي كابتن تامر عبد المنعم، واللي هنشوفه في البطولة دي بإذن الله كلاعب في نسخة الكبار في البطولة إن شاء الله. انتهى تسليم الوزن ده. الأستاذ عمرو السيل، الأستاذ خالد فوزي، الأستاذ دكتور وليد الفلاح، والأستاذ أحمد سلطان. الوزن التالي هو وزن تحت 55 كيلو جرام بنات. روميو هنشوف التتويج دلوقتي اللعيبة وهي طالعة على المنصة. لحظات الحقيقة طبعا يعني هايلة، يعني ما بتتنسيش من اي لاعب ولا ولي امره ولا مدربه، بيفضل دايما فاكرها طول عمره ان هو في البطولة دي في الغردقة في التاريخ ده في 2019 لعب بطولة دولية في الغردقة واحرز ميدالية وحقق مكسب وفاز، ودايما بيفتكرها وهو كبير، وحتى بعد ما بطل لعبة خالص بتبقى دايما حاجة بتكتب في تاريخ اللاعب ان هو لعب بطولة دولية في مصر هنا وفاز بميدالية واحرز بطولة، يعني حاجة كبيرة جدا ليه وللنادي طبعا بتاعه ولمدربه ولكل من يمت له بصلة. اللعيبة الفائزين اللعيبة المركز الأول اللعيبة ريم طلعت من نادي الصيد، واللعيبة المركز الثاني ميدالية فضية اللعيبة زينب محمد من نادي عالم الرياضة من أكاديمية عالم الرياضة، والمركز الثالث اللعيبة ملك محمد فوزي من نادي المنتزه، والمركز الثالث أيضا اللعيبة هنا الملاح من أكاديمية عالم الرياضة. ريم هي اللي واقفة على المنصة طبعا مبتسمة وسعيدة بالفوز بالذهبية، كابتن عمرو السيمة هو في الصورة بياخد الميدالية الذهبية بيديها لكابتن خالد فوزي بيسلمها للاعبة ريم، سلم عليها.
وبيسلموا على اللعيبه الفائزين بالبرونزيه. اكيد اللعيبه الفضيه يمكن عندها اصابه او حاجه ما طلعتش على منصه. دكتور وليد ملاح هو رئيس مجلس اداره الشركه الراعيه للبطوله، وهو من الناس اللي عملت مجهودات يعني خرافيه عشان تنجح البطوله. هو بيسلم الميداليه المناسبه لبنته هنا، ما شاء الله ما شاء الله، انجاز كبير الحقيقه ان هي تاخد ميداليه برونزيه في بطوله كبيره زي كده. وباباها اكيد مش فاضي وبينظم البطوله ومركز في كل حاجه يمكن ما عدا طبعا مستوى التايكوندو والتدريب بتاع بنته، لان هو مش فاضي انه يخلي باله من حاجه زي كده. وده التفاني في العمل والمجهود اللي بيتعمل من الناس اللي كان بيتكلم عليه كابتن عمرو سليم، والناس اللي ما نامتش بقى لها يمكن اسبوع دلوقتي عشان الرتوش النهائيه للبطوله. صوره تذكاريه مع اللعيبه الفائزين، الف مبروك، ودايما باذن الله في تقدم، ونشوفهم في منصات تتويج وهم كبار باذن الله زي ما كانوا على منصات تتويج وهم صغيرين. وطبعا نتمنى ان احنا ان شاء الله بعد ما اللعيبه دي تكبر وده تلعب مرحله السينيور كمان نشوفهم على منصات تتويج في نفس البطوله دي بس مع الكبار، اللي هي اصعب بكتير طبعا وبتخش فيها حسابات كتيره منها الرانكينج ومنها منافسه قويه جدا مع لعيبه مصنفين على مستوى عالي، ومنها اعداد قبل البطوله دي كمان عشان المنافسات. الموضوع يعني مش سهل خالص، لكن دايما عندنا امال وطموحات كبيره جدا في التايكوندو بصفه عامه ان يبقى عندنا دايما لعيبه على مستوى التتويج وبياخدوا ميداليات عالميه اولمبيه سواء في مراحل الناشئين او في الكبار. بنجهز للاوزان التاليه. طبعا مش ممكن ننسى في خضم البطوله وان احنا نشيد بالاعضاء مجلس اداره الاتحاد وبمجهود مبذول طبعا السيد اللواء احمد عبد الله محافظ الغردقه، مجهود مش طبيعي اتعمل في البطوله دي واجتماعات. انا عارف ان كابتن عمرو سليم قابل محافظ من اكتر من شهرين وتفقدوا كل المنشات اللي اتعملت في البطوله سواء الملاعب او الفنادق وملاعب التدريب والتجهيزات في المطار، وكل الكلام ده كله كان معمول ليه جنود مجهولين وناس في الخلفيه يمكن مش ظاهرين دلوقتي قدامنا على المنصه، بس هم عملوا مجهود كبير منهم طبعا وعلى راسهم السيد المحافظ. وطبعا احنا نتمنى هيكون دايما عندنا قيادات ومسؤولين كبار بالدوله على نفس المستوى بالوعي والمجهود لرفعة شان الرياضه ودعم مصر دايما في كل المجالات الرياضيه. تسليم الميداليات، بيقوم بتسليم الميداليات الكابتن عمرو سليم. الوزن ده وزن فوق 59 كيلو جرام، احرزت الميداليه الذهبيه اللاعبه جانا جويلي من نادي سموحه، والميداليه الفضيه برضو جانا برضو محمد السيد من نادي سموحه، هما الاثنين من نادي سموحه والاثنين فيهم جانا، فما شاء الله يعني ربنا يوفقهم دايما ويخليهم دايما فائزين. الميداليه البرونزيه من لاعبه نادي اولمبي شاهيستا سعد، شاهيستا سيد، ولاعبه الميداليه البرونزيه الاخرى لاعبه نادي المسلة العسكريه بالاسماعيليه عهد محمد علي. صوره تذكاريه للكابتن ايهاب جابر رئيس اللجنه الفنيه بالاتحاد ونائب رئيس وعضو مجلس اداره اتحاد مصر تايكوندو، والكابتن عمرو سعد السيم رئيس الاتحاد، وفي وسطهم الحاج احمد سلطان عضو مجلس اداره الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد مع اللعيبه الفائزين في وزن فوق 59 كيلو جرام بنات. الوزن التالي يبقى وزن بنين، تسليم الميداليات. وزن تحت 37 كيلو جرام بنين يستعد الدخول لتسليم الجوائز والميداليات.
الداخلية بتنده على الأسماء. الحصر على المركز الأول لاعب محمد حسام علي من نادي وادي دجلة، اللي حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية عمر محمد فتحي من نادي الزهور، الحصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث أحمد هشام من نادي مقاولون العرب، والميدالية البرونزية الأخيرة للاعب يوسف موسى علي من نادي الأولمبي. ألف مبروك للعيبة الفائزين، وبإذن الله دايما مزيد من التقدم والفوز ببطولات وميداليات. طبعا يعني استكمالا لكلامنا عن العلامات المضيئة في مصر في التايكوندو والناس اللي هي فرقت في ماضي وحاضر ومستقبل اللعبة، كمان السيد اللي هو أحمد فولي نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ورئيس الاتحاد المصري دورتين قبل كده سابقتين، من الناس اللي عملوا مجهودات خرافية للعبة، سواء من ناحية دعم المنتخبات القومية ودعم البطولات الدولية بتعمل في مصر ودعم البطولة هي تيجي مصر أصلاً، قد إيه هو بيستخدم ثقله ووزنه في الاتحاد العالمي إن هو بطولة تنظم في مصر دايماً على أعلى مستوى وبشكل جميل زي ما احنا شايفينه، ويشارك فيها العديد من الدول، والدعم اللي بيقدمه للبطولة وبيقدمه لمصر وبيقدمه لمصر في المناصب الدولية مختلفة جوه الاتحاد المصري او جوه الاتحاد الافريقي او جوه الاتحاد العالمي، يعني الحقيقه ده اللواء الفولي يعني زي اب روحي للعبه وداعم لكل مصري ليه دعوه بالتايكوندو سواء في مصر او بره مصر، وبنشوفه دايما حتى يروح للعيبه في البطولات ويخش لهم في اماكن التدريب يسلم عليهم ويشجعهم حتى لو هو موجود بصفه دوليه. يعني انا فاكر كويس قوي في ريو دي جانيرو لما كان في لندن كمان كان بينزل كان ما بيقدرش يقعد على الكرسي بيقف يشجع اللعيبه بتوعنا في مصر مع انه هو برده منصبه الدولي المفروض يبقى على الحياديه، لكن ما كانش بيقدر يتغلب على حسه للعيبه واهتمامه وكان بينزل يقف مع اللعيبه ويشجعهم، ويعني الحقيقه يعني من الناس اللي هي ليها وصمات كبيره جدا على التايكوندو في مصر، ويعني لازم نذكر اسمه على ونشكره على المجهود اللي دايما بيقدمه اللي بيقدمه لمصر دايما في مجال التايكوندو محليا وعالميا. الوزن اللي قدامنا ده وزن تحت 45 كيلو جرام بنين، فاز بميدالية الذهبية والمركز الاول علي محمود من نادي سموح من مركز شباب سموح، والميدالية الفضية اللاعب تميم أبو شقرة من المملكة الأردنية الهاشمية، والميدالية البرونزية اللاعب يوسف الجداوي من نادي وادي دجلة، والميدالية البرونزية الثانية اللاعب عمر السيرسي من نادي وادي دجلة أيضا. كرة تذكارية ألف مبروك للفائزين. أوزان الناشئين بتبقى دايما 10 أوزان في البنين و10 أوزان في البنات، بينما في الكبار بتبقى الأوزان 8 أوزان فقط لا غير. أوزان الناشئين بيترعى فيها ان يبقى المسافة ما بين الوزن واللي بعديه مسافة قليلة علشان يبقى فيه تكافؤ فرص ويبقى فيه الفروق الفردية في الأجسام ما تأثرش على لعب اللعيبة، يبقوا دايما قريبين من بعض في الجسم وفي الحجم، لأنه التايكوندو لعبة بتمارس بحسب الوزن ويبقى فيها ليميتيشنز في السن لحد سن 17 سنه،
بعد 17 سنه بيلعب، بيبقى ايه لاعب بيلعب كبار. دلوقتي تكريم ومراسم تسليم ميداليات وزن تحت 53 كيلوغرام بنين. المركز الاول اللاعب احمد خالد من نادي الزهور. احمد اللي عمل مستوى الحقيقه هايل، وكان ظهر بمستوى مميز وبارز جدا. المركز الثاني اللاعب مالك محفوظ من المملكه الاردنيه الهاشميه. المركز الثالث سيف حسين محمود من نادي المؤسسه العسكريه بالهيك ستيب بالقاهره. والمركز الثالث ايضا اللاعب مؤمن عصفور من المملكه الاردنيه الهاشميه من الشقيقه الاردن. مبروك للاعبين الفائزين. الميداليه الفضيه للاعب الاردن، الميداليه الذهبيه في النص اهو. احنا شايفين احمد خالد مبسوط جدا وسعيد ومبتسم، وزمايله دلوقتي مستلموا الميداليه البرونزيه. بطل المؤسسه العسكريه بالهيك ستيب بالقاهره، وبطل الاردن. وبعد كده هيقف الاربع لعيبه عشان ياخدوا صوره تذكاريه مع بعض مع الساده الكبار الضيوف اللي سلموهم ميداليات. وزن 53 انتهى تسليم المراسم تسليم الميداليات. نخش على وزن رجال. وزن تحت 61 كيلو جرام برضو بنين. في المركز الاول والميداليه الذهبيه عندنا محمود احمد عادل من اكاديميه عالم الرياضه. الميداليه الفضيه للاعب عبد الرحمن محمد السيد من نادي المصري. الميدالية البرونزية للاعب يوسف طارق من نادي حدائق الأهرام. والميدالية البرونزية الأخرى للاعب أسامة الأطرش من منتخب الأردن من المملكة الأردنية الهاشمية. استكمالا برضو للعلامات المضيئة والناس دي طبعا يعني ما ينفعش نسيبها، ما ينفعش ما نتكلمش عنها. لازم نتكلم عن محمد شعبان. محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي، أول مصري في تاريخ التايكوندو يتقلد منصب رئيس لجنة المسابقات، وأصغر واحد في تاريخ العالم كله اللي أخذ المنصب ده وهو لسه ما كملش 40 سنة برئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العالمي. وده يمكن تايتل مش عادي خالص إن يبقى فيها حد مصري يقوم بيه وبكفاءة شديدة جدا. وما تتخيلوش قد إيه الشعبية اللي هو عاملها بره مصر في بطولات العالم، بطولات أوروبية، والتنظيم الاكثر من رائع اللي هو بيشرف عليه في كل مسابقات بتعمل على مستوى العالم. الحقيقه تايتل يعني زي ما بيقولوا بالانجلش برستيجيس كده جدا، حاجه يعني مشرفه وفاخره جدا انه يبقى عندنا مصري في منصب رفيع زي كده. طبعا بعد ما اللواء الفوري تقلد منصب رئيس الاتحاد العالمي لسنين طويله لحد دلوقتي، كان يعني حاجه جميله جدا ان عندنا كمان كادر مصري صغير في السن شاب يبقى موجود في تايتل كبير جدا زي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العالمي. وطبعا يعني مش عايز اتكلم عن الدعم الرهيب اللي بيقدمه للاعيبه المصريين، ومن اول ما كان مشرف على المنتخبات القوميه في الدوره اللي فاتت للاتحاد المصري لما كان عضو مجلس اداره في الاتحاد، والدعم اللي قدمه للعديد من اللعيبه اللي اخذت ميداليات مستوى عالمي زي سهام الصالحي وهدايا ملاك وسيف عيسى ونور حسين ومحمد ايمن وحسين شريف ومعاذ نبيل وسعيد شوقي ولعيبه كتير جدا الوقت عمره ما هيسعفنا ان احنا نقدر نقولهم، وتامر صلاح طبعا ولعيبه كتير. فيعني مش الوقت عمره ما هيسعفنا. وكمان الدعم اللي قدمه للعيبه اللي هي بطلت بعد ما بطلوا ان هم يبقوا موجودين في المنتخبات القوميه زي تامر صلاح بطلنا الاولمبي وزي حسين شريف وزي ناس كتيره جدا دلوقتي موجوده
بتقدم انبوت قوي جدا للتايكوندو المصري سواء من مقعد الاداره او مقعد التحكيم او مقعد التدريب. فالحقيقه يعني محمد شعبان يعني انا لازم اشيد بالمجهود اللي بيعمله معانا كلياقه التايكوندو في مصر والدعم الخرافي اللي بيقدمه للعبه سواء في البطولات المحليه سواء بطولات دوليه سواء في بطولات زي دي بيكون موجود في البطوله وبيشرف عليها وبيساعد اللي يقدر عليه وبيعمل لها ماركتنج تسويق كويس وبيدعمها. فنأمل دايما يبقى عندنا عناصر مميزه زي كده في كل مكان سواء في النواحي الرياضيه او النواحي الاداريه او ما شابه. دلوقتي تكريم وزن فوق 65 كيلو جرام بنين ما شاء الله اجسام ما شاء الله حاجه كويسه قوي يعني لعيبه طويله اجسامها كويسه جدا ممشوقه. اللي فاز بالمركز الاول اللاعب معاذ اشرف من نادي حدائق الاهرام. اللي فاز بالمركز الثاني اللاعب محمد علي من نادي سموحه. المركز الثالث اللاعب موسى الفناش من المملكه الاردنيه الهاشميه منتخب الاردن. والمركز الثالث ايضا اللاعب مروان محمود من اكاديميه عالم الرياضه. طبعا بيعرف تعليم سلام ده من نادي سموحه محمد علي مبسوط جدا. اكيد كل بيتفرج عليه دلوقتي من اهله لو هم مش موجودين معانا في غردقه سعداء بيه جيرانه اصحابه في اسكندريه حاجه جميله الحقيقه. الحاج احمد سلطان عضو وزاره الاتحاد والمدير التنفيذي بيسلم الميداليات وبيسلم على اللعيبه. دكتور وليد الملاح رئيس مجلس اداره الشركه الراعيه للبطوله واحد الجدد المجهولين وراء انشطه الاتحاد كلها من اول الرعاه لتنظيم البطوله للدعم الناس اللي بتعمل بث تلفزيوني مجهود الحقيقه يعني مشرف جدا. معاهم دكتور احمد زهران موجود اللي هو كان بيذيع بيقول اسامي اللاعبين وكابتن ايهاب جابر رئيس اللجنه الفنيه بالاتحاد المصري تايكوندو وعضو مجلس اداره الاتحاد ونقيب الرياضيين بالاسكندريه.